الشعب السوداني فسجل ملحمة عظيمة جدا في ميدان الاعتصام، في تحمل بعض في منطقة جغرافية صغيرة جدا. ظلت هذه المنطقة ملهمة لكامل الشعب السوداني الذي كان يأتي صباحا بأطفاله ونسائه ومتلاحمين في مشروع وطني، لذلك ردود الأفعال ليست عليها مخافة. يمكن لهذا الشعب الذي تحمل ديكتاتورية وطغيان الإنقاذ لمدة 30 عاما وقبلها 16 عاما من حكم الدكتاتور كذلك ميري، وكذلك تحمل فترة الانقلاب الأولى انقلاب عبود، يمكن لهذا الشعب إذا ما وجد بصيص أمل أنه سينتقل إلى وضع أفضل مثل العبارة التي يتبناها السيد رئيس الوزراء سنعبر وسننتصر، إذا وجد هناك استعداد من الإدارة في الحكومة والإدارات التي لها علاقة مباشرة مع الشعب، السلطات التي لها علاقة مباشرة مع الشعب، وخرج السيد رئيس الوزراء في مكاشفات حقيقية مبينا العجز في الميزانية مثلا، العجز في الأداء للدولة، وما هي الآليات التي سيتبعها من أجل بناء مشروع وطني. حتى الآن لم تتضح ملامح مشروع وطني حقيقي. نعم تحققت إنجازات، يعني أعظم إنجازات هي إنجاز السلام، هذا يعني كلفنا كثيرا جدا، لأن الحرب في بلد واحد يعني غير مبررة ولا لن تجد لها مبررا أبدا. هل عشان أرجعك، نعم نعم نحن في